أطلق عليها علماء جيلها أم الفيزياء النووية المصرية، أول ست مصرية وعربية تحصل على الدكتوراه في الفيزياء النووية. الدكتورة لطفية النادي اتدربت على تشغيل وإدارة المفاعلات النووية في مفاعل سوكول في روسيا، واشتغلت مدة طويلة في مفاعل أنشاص، وكمان كان ليها الفضل في إنشاء المعهد القومي لعلوم الليزر، وكانت عضوة في مؤسسات علمية عالمية وانتخبوها في اللجنة الدولية لعلوم الليزر. الدكتورة لطفية حصلت على جوائز عالمية ومحلية كتير. لو عايز تعرف أكتر أعمل لنا لايك وفولو.